بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين اجتازوا باك 2022، أقدم لكم تصحيح امتحان مادة الرياضيات شعب التقني الرياضي موضوع الأول والتمرين الثالث. انتبهوا ليه، نقرأ النص إن شاء الله. UN وVN المتتاليتان العاديتان المعرفتان على أن ما عدا صفر كما يلي: U1 يساوي 2، ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن UN زائد 1 يساوي أن على 2 أن زائد 2 UN ناقص 1 على أن زائد 1، وVN يساوي أن UN زائد 2. أولا احسب U2 و U3. ثانيا ألف برهن المتتالية بأن هندسية أساسها 1 على 2. ب اكتب في ان بدالة ان ثم استنتج او ان بدالة ان. ثالثا احسب بدالة ان المجموع اس ان حيث اس ان يساوي في ان زائد في 2 حتى في ان. رابعا نضع من اجل كل عدد طبيعي ان غير معدوم دوبل في ان هي 4 ان على في ان ناقص ان يو ان. احسب بدالة ان مجموع اس فتحة على ان حيث اس فتحة على ان هي دوبلي 1 زائد دوبلي 2 زائد الى حتى دوبلي ان. انتبه مليح، عندك الحل ان شاء الله. اولا احسب U1 U2 U3، راكم تشوفوا لهنا حاجه سهله، نعوض ان ب 2 ونطبقها على الحد العام ل UN. عندك U2 يساوي 0 و U3 يساوي ناقص 1 على 3. 2 ألف برهن أن المتتالية هندسية أساسها 1 على 2. نحسب في أن زائد 1 هي أن زائد 1 مضروب في أن زائد 1 زائد 2. أن زائد 1 معروفة إلى هنا، أن زائد 1 هنا ضرب زائد 2. هذه العبارة أن زائد 1 مضروبة في أن على 2 ذاك، ان لنا وبعد لنا ان، فهمت؟ لنا ان 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 ناقص 1 زائد 2، معناه واحد اثنين ان يو ان، اي كما راكم تشوفوا ولهنا يو ان ان. وان يو ان زائد 2 هذه هي في ان. اذا في ان زائد 2 هي 1 على 2 في ان، معناه ان المتتاليه هندسيه اساسها 1 على 2. V1 هي U1 زائد 2، معناها 2 زائد 2 4. إذن V1 هي 4 1 على 2 N ناقص 1. لأننا نعرف في الدرس عندنا في الدرس بلي V1 هي في بي
Q L ناقص بي. بي لنا راهي ان واحد، ان ناقص واحد، هذه اللي نعرفوها درس. اذا طبقناها لنا بعد في ان ان يو ان زائد واحد نستخرج يو ان هي في ان ناقص 2 على 2، نعوض في ان هاك القيمه هذا الى اخره، واش يبقى لنا 4 نحولها الى 2 مربع، 2 مربع يبقى لنا تحت 2 ان ناقص 1، ولكن لنا 2 ناقص 1 نطلعها الفوق باش تولي 2 اس 3، 2 اس 3 هي 8 على 2 ان ناقص 2 على ان، لهنا ان لهنا كذلك ان، بعد يو ان تصبح تولي 8 على 2 اس ان ناقص 2 على ان، اي لنا توحيد المقامات، قم بتوحيد المقامات تولي 8 ناقص 2 ان زائد 1 على ان 2 ان، هذه هي القيمة تاع يو ان. 3 سؤال ثالث، اس ان هي في ان مجموع في ان زائد في 2 حتى في ان، نعرفوها بلي متتالية هندسية، إذا في ان هو الحد الأول، نعرفو بلي 4، لهنا 1 ناقص 1 على 2 يولي 1 على 2، نقلبوها هذا كسرة نقلبوه يولي يرجع ل 2، 4 في 2 مضروب في هذه القيمة هذه، له ان، لهنا من 1 عدى ان كاين ان برك، كاين ان مرة، ان مرة ها، بعد شني لهنا نغير الاتجاه تاع واحد ناقص ان، نديرها واحد على اثنين ان ناقص واحد، لازم نخرج الإشارة ناقص، ها هي اس ان هي تصبح ناقص 8 مضروب في واحد على واحد على اثنين أسيا ان ناقص واحد. رابعا دوبل في ان هي 4 ان على في ان ناقص ان يو ان، نعرفها لهنا عندنا علاقة، العلاقة اللي عندنا هي في ان هي ان يو ان زائد 2، كي نديرو في ان ناقص ان يو ان تولي 2، هاهي 4 يو ان 4 ان على 2 هي 2 ان، هذه هي دون قيمة تاع يو ان، إذا المجموع اس فتحة لي ان هي كما راكم تشاهدو، نبداو ب 2 ان يساوي 1 2، ومن بعد ان يساوي 2، نشوفو لهنا لاحظوا بلي 2 هو كعامل مشترك، الباقي هو مجموعة الأعداد الطبيعية، نعرفو القيمة تاعها هي ان مضروب في ان زائد 1 على 2. بعد الاختزال عندنا ان مضروب في ان زائد 1 معناها ان مربع زائد ان، هذه هي المجموع اس فتحه ان يساوي ان مربع زائد ان، هذه هي القيمه تاعها. وانتهينا، والسلام عليكم.